ماذا يحدث في اللحظات الأخيرة قبل الوفاة؟ ظاهرة غريبة اكتشفها علماء من جامعة ميشيغان الأمريكية في أدمغة أشخاص فور وفاتهم وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية. التفاصيل مع الزميلة غوا إبراهيم. دعنا نتابع في هذا التفاصيل المثيرة للاهتمام مشاهدينا، وسأبدأ من الناحية العلمية، إذ كما جميعنا يعلم من النادر جدا أن نحصل على معلومات حول ما يدور بالدماغ عادة في اللحظات الأخيرة قبل الوفاة، لكن العلماء سجلوا ولأول مرة بتفاصيل دقيقة موجات دماغ شخص يحتضر، حيث سجلوا ارتفاعا مفاجئا في نوع معين من نشاط الدماغ يسمى موجات جاما، إضافة إلى تغيرات في ترددات ثانية. واستعرض هذا الفريق الطبي المكون من طبيب الأعصاب جيمو بورجيغن وزملائه، استعرضوا حالات من المركز الطبي الأكاديمي بجامعة ميشيغان الأمريكية لمرضى ماتوا في وحدة العناية المركزة للأعصاب منذ عام 2014. المرضى توفوا بينما كان الأطباء لا يزالون يراقبون حالتهم بعد توقف القلب أو بعد نزيف في الدماغ. هنا كشفت تسجيلات تخطيط للدماغ عن اندفاع حاد من موجات جاما هذه التي أتينا على ذكرها في جزء واحد منه. فريق البحث قال إنهم ربما يكونون قد صادفوا علامة محتملة للوعي. إلى ذلك أكد الفريق الطبي الاندفاع الأولي لموجات جاما في منطقة من الدماغ، ولوحظ نمط مماثل من النشاط لدى الأشخاص الذين يحلمون والمرضى الذين يعانون من نوبات الصرع الذين يبلغون عادة عن وجود هلوسة بصرية وتجارب روحية. وتصف مراجعة حديثة كيف أن المنطقة الساخنة للوعي المحتمل تشمل المناطق الحسية في الدماغ، ما قد يفسر سبب تذكر الأشخاص وبدقة اللحظات التي قاربوا فيها من الموت. هذه الظاهرة المثيرة والمثيرة للاهتمام عوض، هذه معلومات مثيرة للغاية. شكرا لك غوا.